فيروس الكورونا بقى مركز اهتمام لكل الناس بجميع الأعمار، وبالنسبة للأطفال فهو يعتبر شيء صعب فهمه، والمعلومات عنه كتيرة وغير واضحة. عشان كده مطلوب من الأهالي إنهم يوصلوا الأطفال المعلومات اللي تخص فيروس الكورونا بطريقة مبسطة وسهلة. فجر هو بطل من أبطال 57-357، فجر الأمل لكل طفل يشعر باليأس أو الحزن، فجر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل، فجر القيم الأصيلة، فجر الإنسانية وحب الخير للآخرين. خبر عاجل، فيروس الكورونا. يا بابا ايه فيروس الكورونا ده؟ يا ابني انا رايح الشغل دلوقتي، هبقى اقولك لما ارجع. هيقول لنا بعدين، نسأل مين دلوقتي؟ انا عارفة المفروض نسأل مين. فجر تعالى ساعدنا لو سمحت. الأطفال شكلهم خايفين، أنا محتاجة أزورهم. إيه اللي حصل يا ولاد؟ فجر، إحنا سمعنا أخبار عن فيروس الكورونا، هو إحنا محتاجين نقلق؟ تعرفوا يا ولاد إيه هو فيروس الكورونا؟ لا، يعني إيه فيروس؟ الفيروسات عموماً زي الجراثيم، عبارة عن جزيئات صغيرة معدية بتعيش جوه الكائنات الحية. ممكن نشوفهم؟ لا، هم صغيرين قوي، ما ينفعش نشوفهم بعينينا. اها فجر، ازاي بينتشر الفيروس؟ الفيروس عموما ما يقدرش يتحرك لوحده، بس ممكن ينتشر عن طريق اللمس. ازاي؟ اشرح اكتر. خلينا نقول لو انت عندك برد وعطست في ايدك، بعد كده رحت سلمت على صاحبك، يبقى كده انت ممكن تنقل الفيروس لصاحبك. فعلا؟ ايوه. فجر، هو في طريقة عدوى تانية؟ الفيروس ممكن ينتشر عن طريق الهواء، عشان كده الدكاترة ومدرسين دايما بينصحوا اننا نغطي مناخيرنا وبقنا بمنديل عند العطس او الكحة. بجد؟ الفيروس بيعمل ايه في جسمنا؟ اول لما الفيروس بيدخل جوه جسمنا بيهجم على الخلايا وبيحاول يسيطر عليها علشان ينتشر ويكتر في جسمنا. الفيروس بيبدأ يتكاثر جوه الخلايا وينتشر في خلايا اكتر. عشان كده بنتعب؟ أيوة، لما بيبقى عددهم كبير في جسمنا. في حياتنا بنتعدي فيروسات كتير، لكن جوه جسمنا خط دفاع اسمه جهاز المناعة بيخلينا نخف. هو فيروس زي باقي الفيروسات، وأعراضه بتبقى زي أعراض البرد، برد، حرارة، صداع، صعوبة في التنفس، هي الأعراض اللي بتبان على الشخص بعد التعرض للفيروس. نقدر نهزمه؟ أيوة يا ولاد، ممكن نوقف انتشار فيروس الكورونا ونقدر نهزمه لو اتبعنا الإرشادات البسيطة دي. إن شاء الله هنهزم فيروس الكورونا، قولنا إزاي؟ طيب، هقول لكم على خطوات بسيطة عشان مش بس نحمي نفسنا من فيروس الكورونا، ولكن كل الفيروسات وجراثيم تانية كمان. أول خطوة هي إننا نحافظ على النظافة الشخصية، استخدم مطهر الإيد واغسل إيدك بالطريقة السليمة. إزاي أغسل إيدي صح؟ عشان نقتل الجراثيم اللي على ايدينا لازم نتبع 7 خطوات لغسيل الايد: كف الايد، ظهر الايد، بين الصوابع، الصباع الكبير، ظهر الاصابع، اطراف الاصابع، والمعصم. يا ولاد انتوا عارفين ان الفيروس بيتنقل عن طريق اللمس، فخلينا نسلم بطرق مختلفه. ازاي يعني؟ السلام بالطريقه الصحيحه، السلام بالطريقه الخطا، كمان المفروض نلبس كمامه لما نكون في مكان زحمه. ايه ده، هنحتاج كلنا نلبس كمامة؟ لا يا ولاد، لبس الكمامة هيكون لو عندك أعراض كحة أو صعوبة في التنفس. هتقوم برعاية شخص عنده أعراض التهاب في الجهاز التنفسي. عندك أعراض التهاب في الجهاز التنفسي؟ لا يوجد أعراض، لا تستخدم الكمامة إلا في الأماكن المزدحمة. لو ما عنديش برد أو أعراض التهاب تنفسي ألبس الكمامة؟ لا، مش لازم نلبس الكمامة، لكن اتبعي الإرشادات اللي قلنا عليها. سيب دايماً مسافة بينك وبين الناس اللي حواليك، ما تروحش أماكن فيها زحمة كتير. يا ولاد لو سمحتوا، لو مش ضروري بلاش سفر أو خروج. شكراً يا فجر. لو عندك كحة، حرارة أو صعوبة في التنفس كلم الدكتور واتبع تعليماته. هاي، عرفنا خطوات بسيطة تحمينا من فيروس كورونا وأمراض تانية. طيب يا ولاد، قولولي إزاي نقدر نهزم فيروس الكورونا؟ غسل الإيد بالطريقة الصحيحة،
نسيب مسافة بيننا وبين الناس، نسلم بالكلام مش لازم باللمس، الحفاظ على النظافة الشخصية، لو تعبان تواصل مع طبيبك. شكرا يا ولاد، انتوا الأبطال الحقيقيين. لو مش هتقدروا تخرجوا ممكن نلعب في البيت. شكرا يا فجر. يلا ندخل نلعب. ايوه احنا ممكن نلعب كوتشينة او مكعبات او نقرا الكتب والقصص.